السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله زينين، وياكم علي هادي علي. دائما تسالوني هذا السؤال، شنو الاشياء اللي اخذها وياي من اسافر؟ هذه الحقيبه اللي تشوفوها بيها مجموعه معدات اخذها من اسافر، من اغطي المعارض مثلا ايفا سي اس ام دبليو سي، اصور اي جهاز بدوله ثانيه، حضور مؤتمر او معرض. هنا أنا عندي مجموعه من المعدات التقنيه اللي انا استخدمها. طبعا اكيد الاشياء اللي موجوده هنا هي اشياء مبسطه، مو نفس الاشياء اللي موجوده بالاستوديو. فالاشياء اللي انا اخذها بهذه الحقيبه هي الاشياء اللي انا احتاجها بشغلي بشكل فعلي. اي شيء اضافي اكيد ما راح اخذه، بالنهايه اريد الوزن يكون خفيف او خفيفه، اهم شيء يكون عندي خفيفه. بس قبل ما اراويكم الاشياء اللي موجوده بهذه الجنطه، اريد اقدم شكري لحقيبه اكيد راح تعرفوها، هاي اللي كانت وياي من بداية المسير ولحد فترة، أكيد تتذكروها بهواية من المعارض وبهواية من السفرات، سواء بستوريات أو صور. شكراً لأنه وقفت وياي، بس وصلت بعد مرحلة أنه انتهت. هسه الجيل الجديد هنا، تعالوا خلينا نشوف شنو الأشياء اللي موجود بهذه الجنطة ونتعرف على كل التفاصيل. أول شغلة موجودة بالحقيبة اللي هي الكاميرا اللي أستخدمها، وهذه الكاميرا هي من شركة سوني A7 Mark III. طبعاً الكاميرا أستخدم بها عدستين، هذه العدسة الأولى والعدسة الثانية اللي تكون برايم 50mm 1.8. طبعاً النيك مايك اللي أستخدمه أني هو من شركة سينهايزر اللي هو G4، استخدمه لانه يساعد بعملية التقاط الصوت، خاصة بالسفر تعرف انه اماكن تكون مفتوحة ومساحات واسعة، فراح يكون خيارات كلش مناسبة النيك مايك هذا وهذه الكاميرا. هذه المجموعة الاولى الخاصة بالتصوير. الكاميرا الثانية اللي استخدمها هي كاميرا الفلوغات، هذه الكاميرا اللي هي من شركة كانون G7X Mark II، كاميرا كلش عملية وتنطيني خيارات مناسبة، خاصة من أغطي المعارض وزنها يكون كلش خفيف، وأقدر أنه أربطها على الموبايل سواء كان بنظام الأندرويد أو الآيفون، وأنقل التفاصيل اللي موجودة هنا، يعني أنقلها بشكل كلش سريع، فراح تكون خيار كلش مناسب هذه الكاميرا للفيديوهات السريعة. اللابتوب اللي أنا أستخدمه أو اللي أخذه وياي من أسافر هو هذا اللابتوب من شركة MSI. طبعاً استخدمته فترة كلش طويلة، أعطاني نتائج كلش حلوة، المواصفات مالته موجودة على قناتي بفيديو سابق، فهذا اللي أستخدمه وبالمونتاج وكل التفاصيل اللي تشوفوها. هنا طبعاً دا تشوفون قطع كلش هواية، عندي الهارت هذا الغاية من عنده هو حفظ الصور أو الفيديوهات اللي أنا أصورها، خاصة بالمعارض وبالأجهزة أو الجلسات الخاصة بال NDA، يعني أنه نصور الجهاز قبل ما يتم إطلاقه. طبعاً أحتفظ بالتصوير بالكاميرا بالرام الخاص بها، بالإضافة إلى اللابتوب والهارد هذا، يعني أحتفظ بثلاث أماكن لأنه صار كذا موقف وفقدت البيانات، فبهذه الطريقة شوية أقدر أنه تبقى المادة عندي موجودة بدون أي مشكلة. الماوس اللي أنا أستخدمه من لوجيتك، طبعا ماوس كلش خفيف وحلو، الميزه مالته اقدر اربطه على الموبايل، اقدر اربطه على اللابتوب فيكون وايرلس او يكون بلوتوث، فبي اكثر من خيارات كلش مناسبه، فالشغله مالته كلش عمليه ومناسب لهواي استخدامات. عندي الاناره بالسفر، تعرف مو نفس الاناره اللي موجوده بالاستوديو، فاستخدم هذه الاناره اللي هي جدا عمليه وممتازه. هنا هذه الإنارة تقريبا سعر الوحدة بحدود $50، تقدر تستخدمها بهواي خيارات، تنطيك اللون الأبيض أو اللون البارد والحار، تنطيك ألوان الـ RGB، فهنا تقدر تضبط وتتحكم بالتفاصيل الخاصة بالإنارة بكل سهولة وبساطة. طبعا إن شاء الله راح يكون أكو فيديو مفصل عليها لأنه بها استخدامات كلش مناسبة، فأستخدم هذه القطعتين من أسافر. وهنا عندي الستاند الخاص بالإنارة هذه، خليهم بالقاع، هذا الستاند أقدر أنه أثبته. الاتصالات والإنترنت، أستخدم كذا جهاز للاتصالات، عندي أول شيء أستخدم الجوجل فاي، هو عبارة عن سيم كارد، وين ما أسافر أنا موجود عندي إنترنت، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني واللي استفاديت من عنده بشكل كلش كبير اللي هو السكاي روم. السكاي روم هنا وين ما أسافر أي دولة
يكون عندي انترنت. هذا شنو؟ هذا عبارة عن جهازين، خلينا نقول في جهاز واحد هو عبارة عن مصدر للانترنت، اسم شريحة إلكترونية أي دولة أسافر إلها أقدر أنه أشترك بالإنترنت، بالإضافة إلى أنه راوتر من خلاله أقدر أبث للأجهزة الباقية. هذا الكيبل الخاص بالشحن مالته، وهو ماتين أستخدمه مرات بالشحن، نوع مالته كلش ممتاز. هذا موجود فيديو بقناتي تقدرون تشوفوه، سعره تقريبا موقع أمازون بحدود ال $130 أو $125، يعني ضمن هذا الرينج. التاب اللي أستخدمه هو من شركة هواوي، الاستخدام مالته كلش ممتاز وعملي، وهذا اني استخدمه بالسفرات السريعه التقنيه، ينطيني نتائج كلش حلوه. طبعا بيه هواي برامج اني مسويها هنا، الغايه من عنده انه البرامج يعني الخاصه بالاوفيس والسلسله مالته والتعديل، فينطيني خيارات كلش مناسبه، فهذا واحد من الخيارات المناسبه اللي هو الميت باد من شركه هواوي، مسوي عليه ايضا فيديو في قناتي. عندي الباور بانك اللي استخدمه، هذا الباور بانك اللي صار لفتره كلش طويله، وزنه خفيف ومناسب، هذا 10000 ملي امبير ويدعم الشحن السريع، فينطيني نتائج كلش حلوه ومقبوله. الشغله الرهيبه اللي احتاجها دائما من اسافر هو هذا البلاك جوكر. هذا الغايه من عنده، اسافر بين امريكا واوروبا ودول عربيه هوايه ودول كلش هوايه، هذا الشيء ما احتاج انه اشتري محول لمقبس الكهرباء كل مرة. هذا هنا موفر لي كل المقابس اللي احتاجها اني بالانظمة العالمية، بسعر اعتقد موقع امازون تقريبا $20، فراح يكون خيار كلش مناسب. هنا أنا اقدر احصل الباور اللي انا احتاجه، بالاضافة الى منفذين USB اللي من خلال اقدر انه اشحن، فقطعة جدا جدا مهمة بالسفر. وكو شيء جدا مهم بالنسبة إلي وأعتز بي، عبارة عن حافظة. هذه الحافظة اثنين موجودة عندي، اشتريتها سنة 2018 تقريبا من اليابان. من تكون عندي مراجعات الأجهزة وأريد أحافظ على الجهاز حتى لا ينخدش، أخليه بهذه الحافظة. هذه اشتريتها من اليابان وصار لها فترة جدا جدا طويلة وياي، استخداماتها مناسبة. من يكون عندي أكثر من جهاز أريد أسوي له مراجعة، وأنا أريد أسافر وأريد أكمل شغل، فخليه هنا بالحافظة وخليه بالجنطة، ما راح يتلف الجهاز أو يتعرض للخدش. أوكي أكمل التصوير بعدين ينخدش ماكو مشكلة، بس المهم أحافظ على الأجهزة قبل ما أصور، وهذه في النقطة كلش أساسية. وشيء أساسي دائما يكون موجود بالحقيبة اللي هي البزنس كارت الخاص بحساباتي وكل التفاصيل أحتاجه، لأنه فد شيء جدا مهم وأساسي. وهذا الكتيب أو الدفتر والقلم شيء أساسي، أوكي نسجل ملاحظات من خلال الموبايل، بس تبقى متعة الكتابة فشيء كلش حلو. من نريد أسوي لي خطة معينة للمراجعة للتغطية لكل التفاصيل راح تكون موجودة هنا. قطعة كلش أساسية اللي هي هذا السن أو السيم اللي أنا أستخدمه، أكيد يعني ماكو شخص يستغني عنه من أسافر، فمن أشتري مرات مثلا سيم كارد راح يكون كلش اساسي انه يكون موجود، وش قد بسيط بس كلش مهم. عندي هذه السماعه اللي انا استخدمها بعض المرات بالطائره، يعني مو كلش بس خاصه بالسفرات الطويله. والشغله الثانيه اللي استخدمها هي عباره عن الشاحن. هذا الشاحن تقريبا قوه 50 او 55 واط من ريلمي، وزنه كلش خفيف وممتاز، اقدر استخدمه بالشحن السريع، يدعم تقنية البي دي. عندي هنا هذا البطاريات اللي أنا أستخدمها للنيك مايك، أستخدم هذا النوع لأنه ينطيني نتائج كلش حلوة. أو ما أشتري من بغداد أو كل ما أسافر الدولة أشتري لي مجموعة منها، تنطيني نتائج حلوة بالشحن، يعني يطاول عندي أطول فترة ممكنة. هذا الكيبل اللي أستخدمه بنقل المحتوى، هذا من شركة أنكر، نوعية كلش ممتازة. صح نوع صار له تقريبا كم سنة، سنتين أو ثلاثة، بس النتائج اللي ينطيها رهيبة. القطعة اللي بقت عندي هنا مفاتيح الحماية اللي أستخدمها من أسافر بشكل كلش أساسي. هذه مفاتيح من جوجل، هذه مفاتيح اشتريتها من موقع أمازون، من خلالها ينطيك نوعا ما حماية لحسابك على الفيسبوك أو حسابك على الجوجل، يعني مو حماية كلش عالية بس يوفر الحماية المطلوبة بشكل بسيط. أكيد قطعة
اير تاج من قبل تكون موجوده بالحقيبه في حال انه عندي اكثر من وحده موزعه باماكن. في حال نسيت الحقيبه بمكان معين اقدر انه ارجع لها واتبعها بكل سهوله وبساطه. القطعة الأخيرة عبارة عن ستاند أستخدمه من أسافر حتى أثبت به الموبايل، ومرات أيضا أستخدمه بالاستوديو. الحقيبة ما السفر أكيد مثل ما قلت لكم بها الأشياء الخفيفة اللي أنا أحتاجها، وهاي وحدة من أهم القطع اللي أستخدمها، وعبارة عن قفل من خلال رقم سر هنا أقفل بالحقيبة. الحقيبة هي بها بس هذا فد شيء إضافي يعني حتى أحافظ على الأشياء اللي موجودة عندي، وهذه كل الأشياء الموجودة بالحقيبة. مرحبا، ووصلت إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى هذا الفيديو كان واضح للجميع، فيديو شوي نغير وعرفتكم شنو الأشياء اللي أنا استخدمها بشكل سهل وبسيط. وتذكر استخدم الأشياء اللي أنت تحتاجها فقط، أكو هواي أشياء هي مو فكرة أنه تحشيها، لا استخدم الأشياء اللي أنت تحتاجها بعملك. إن شاء الله فيديوهات جاية أكثر، لا تنسون الاشتراك وتفعيل زر الإشعارات وكل هذه التفاصيل، وأقول لكم مع السلامة.